عشان نعرف اخبار تمرين الفريق النهارده. شريف مساء الخير، وخليني في البدايه اسالك، يعني احنا كنا موجودين في الملعب وشفنا قد ايه كان في تجهيزات ضخمه جدا عشان استقبال ضيوف النادي الاهلي ورموزه ونجومه في مختلف اللعبات والمجالات عشان يكونوا حاضرين في الحفل الحقيقه العالمي اللي اقيم بالامس بمناسبه احتفال بتدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. كلمني النهارده الملعب اللي احنا كنا فيه امبارح ازاي كان جاهز بالسرعه دي، وهل هو بالفعل يعني كان مناسب لاقامه تدريب الفريق النهارده، وازاي تم ده؟ مساء الخير طبعا زميلي احمد، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احتفاليه امبارح ولا اروع ولا اجمل، يعني احتفاليه عالميه بكل ما تحمله كلمه من معاني. النادي الاهلي قادر على تنظيم اي ايفنت عالمي داخل طبعا جمهوريه مصر العربيه. هنيئا لكل جماهير النادي الاهلي بالايفنت اللي امبارح مجلس الاداره قدمه لكل اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ومبروك حصول طبعا النادي الاهلي على النجمتين، النجمه التاسعه والنجمه العاشره، وباذن الله باذن الله باذن الله تكون النجمه ال11 بإذن الله من نصيب النادي الأهلي. ملعب مختار التتش من السابعة صباحا على طول، مهندس الملعب وكل العاملين في الملعب وتجهيز لكل طبعا لكل ركن في الملعب عشان خاطر يعني يستقبل تمرين النادي الأهلي اللي كان في الخامسة مساء. من 7 الصبح تم تجهيز الملعب على أعلى مستوى، تم قص طبعا نجيلة الملعب وتنظيف الملعب بالكامل، والآن الملعب جاهز بكل طبعا شياكة لمران النادي الاهلي. الاهلي يتمرن في الخامسه مساء، وتمرين يمكن شغال الان بحضور الاسطوره الكابتن محمود الخطيب اللي بيشاهد الان جزء من مران النادي الاهلي. ملعب يليق طبعا باسم النادي الاهلي، وحاجه ما شاء الله مفخره جدا. فبطمنك زميلي احمد، امبارح انت كنت موجود ومتالق جدا في ايفنت امبارح، النهارده الملعب جاهز بكل اريحيه طبعا لتمرين النادي الاهلي اللي شغال الان في تقسيمه قويه جدا عاملها مستر بيتسو موسيماني، وبيشارك في هذه التقسيمه جميع نجوم النادي الاهلي وظاهرين بشكل ولا اروع والاجمل. نمسك الخشب ما شاء الله، بيقدموا النهارده تمرينه قويه جدا 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 لمباراه بكره، وباذن الله مباراه طبعا يوم 21 باذن الله امام فريق طلائع الجيش. طبعا خليني اسالك بدايه، نطمن على المصابين يا شريف، يعني كلمني على اكرم توفيق، نتكلم على بيرسي تاو، ونتكلم كمان على محمود متولي. انا عارف انه اكرم كان مشارك النهارده، بس برضه حابب اطمن على تطورات الاصابه بتاعته، وهل ممكن تمنعه من المشاركه في المباريات، ولا الجهاز الطبي شايف انه ممكن اكرم يكون موجود مع الاهلي في الماتشات اللي جايه؟ استقبلنا طبعا، مظبوط اصابه اكرم، طبعا مظبوط اصابه اكرم توفيق. البعض تكهن كالعاده ملف الاصابات في النادي الاهلي، البعض بيحب يتكلم وبيزود كلامه، بيالف مواعيد كتيره جدا في رجوع اللاعبين. اكرم توفيق بيشارك في التمرينات طبعا بواقي او يعني حاجه تحمي وجهه من اي التحامات والكلام ده كله، بيشارك في التمرين بكل قوه. الايام اللي فاتت شارك في التمرين بكل قوه، النهارده بيشارك في التقسيمة بكل قوة. فأكرم توفيق جاهز بنسبة 100% لأي مباراة، إذا كان المباراة الودية بكرة أو مباراة يوم 21، وطبق الرؤية الفنية لمستر بيتسو موسيماني. فبطمنك على جاهزية أكرم توفيق. محمود متولي عنده التهاب في أوتار الركبة، محمود متولي رجع بسرعة من الرباط الصليبي، فالوضع طبيعي جدا إن كل عضلات جسمه تكون من الضغط البرنامج اللي كان عامله عشان يرجع بسرعة، فجاله التهاب في أوتار الركبة، بتتكلم في 5-6 أيام بكتير جدا، وهيشارك مع باقي زملائه. وبيرسي الاتحاد الجنوب افريقي ارسل خطاب الى النادي الاهلي وشرح في اصابه بيرسي تاو، وان بيرسي تاو لعب المباراتين مع منتخب جنوب افريقيا وهو مصاب وتحامل على نفسه. بيرسي تاو لعيب كبير جدا، بيرسي تاو لعيب مهم جدا مع منتخب بلده، زي ما بنتكلم على محمد صلاح مع منتخب مصر، بيرسي تاو ايضا مع منتخب جنوب افريقيا شارك وتحامل مع منتخب بلاده، ويمكن كان مصاب فجاله يمكن مزق في العضله التامه، خلاص احنا بنتكلم العضله هنتكلم خلاص هو رايح على العلاج الطبيعي، بتتكلم في 5-6 ايام، وبعد كده يبدا بقى التاهيل في الملعب، بتتكلم باذن الله اسبوعين بكتير جدا باذن الله، ويكون مشارك في التمرين مع باقي زملائه. الجهاز الطبي شغال على طول مع بيرسي تاو من اول يوم الى النادي الاهلي. الناس بتقول لك اتمرن ويمكن هنا اتصاب في الملعب، ما فيش الكلام ده خالص. بيرسي تاو من اول يوم جاي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عارف حقيقه اصابته وتعامل على طول مع ملف اصابته. الناس بتقول لك بقى اصابه مزمنه، اللي الناس يقول لك هيقعد الدور الاولاني كله، خلي الايام تبين ان النادي الاهلي في صفقاته قوي جدا وفي ملفه الطبي قوي جدا، فقريبا جدا باذن الله بيرسي تاو مع باقي الصفقات هيتالق ونتفرج عليهم في الملعب ويمتع كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. خليني اكلمك كمان على خوسيه لويس ميكيسون، وتقول لي كده، وانا عارف انه مستر موسيماني كان بيتكلم على انه مهتم جدا بتجهيزه لانه بقى له فتره مش بيشارك، رجليه بره الملعب، ف
هل بيشارك مع الفريق في التمرين بشكل كامل، وهل محطوط له برنامج مخصوص بيشتغل في الجيم او بيشتغل يعني تمرينات اضافيه غير التمرين او التدريب الاساسي مع الفريق؟ ميكي سون يمكن بيشارك الان في التقسيمه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ناحيه اليمين تلاقيه، ناحيه الشمال تلاقيه، في العمق تلاقيه عامل تقسيمه ولا اروع ولا اجمل. يمكن انا سعيد الحظ اللي بشارك بتفرج النهارده وبشاهد النهارده مران النادي الاهلي، متالق ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات ويحميه يا رب. متالق النهارده في الثلاث مراكز الاماميه في الخط الهجومي، عامل النهارده تمرينه ولا اروع ولا اجمل، بدا الانسجام يظهر بسرعه مع لاعبي النادي الاهلي. بطمنك زميلي احمد، في يعني جماهير النادي الاهلي هيستمتع بكل صفقات النادي الاهلي باذن الله مع مباراه النادي الاهلي الرسميه باذن الله. يعني طبعا انت شريف بتتابع دايما التدريبات على مدار المواسم الاخيره، احنا بنتكلم تقريبا عن يمكن 10 اسماء دخلت التمرين السنه دي استعدادا طبعا لبدايه الموسم الجديد. كلمني اكتر على الحاله المعنويه، على الروح، الاسماء الجديده اللي دخلت سواء لاعبين كانوا معارين او صفقات الاهلي ابرمها مع لاعبين مصريين زي كريم فؤاد وحسام حسن، او حتى لاعبين افارقه ويمكن احنا شفناهم امبارح، تحس انه يعني انا بيرسي تاو ولويس ميكسوني كانوا في الكرسيين اللي قدامي على طول، انا حسيت قد ايه ان هم دخلوا في الحاله، دخلوا في المود مع النادي الاهلي ومع الفريق. تمام. يمكن الجديد في النادي الاهلي او الاهلي بيعمله من بره الكواليس هي غرفه اللبس. اول ما اللاعب بيخش غرفه اللبس بيبقى فيه رهبه كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي الجداد على طول. بقى الكباتن الكبار كان طبعا سعد سمير اللي بتمنى له كل التوفيق مع فريقه الجديد ويكسر ويتالق من جديد، كابتن من كباتن الفريق محمد الشناوي، طبعا كان سعد، وليد سليمان، علي معلول، اللي ايمن اشرف، اللعيبه الكبار كلهم في اوضه اللبس بيتكلموا مع اللاعبين وبيدخلوهم في الاجواء بسرعه جدا، بيشيل الرهبه بلغه الكوره من داخل غرفه اللبس، فبينزل الملعب تحس ان هو مع لاعبي النادي الاهلي من فتره كبيره جدا. حسام حسن، كريم فؤاد، كل اللاعبين الموجودين في مران النادي الاهلي الجداد بيشاركوا بصفه منتظمه مع النادي الاهلي، وتحس ان في انسجام كبير جدا لان الرهبه بتبدا من اوضه اللبس. واوضه اللبس ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي الكبار والجهاز الاداري والجهاز الفني بيعرف يتعامل كويس جدا في غرفه الملابس، فغرفه الملابس بتشيل اي رهبه لاي لاعب جديد، فعشان كده بتشوف الانسجام وبتشوف الوفاق في المران. بطمنك زميلي احمد، الكل بيشارك في المران او التقسيمه القويه جدا اللي بيشهدها الان الكابتن محمود الخطيب، الكل منسجم، الكل بينفذ خطط مستر بيتسو موسيماني، علشان باذن الله باذن الله باذن الله ربنا وفقنا يوم 21 ونفوز على فريق كبير، فريق طلاع الجيش، ونضيف بطوله جديده الى دولاب بطولات النادي الاهلي. شريف اسمح لي اسالك سؤال اخير على بدر بنون، بدر شارك في التمرين بشكل كامل برضو، ونطمن اكتر على حالته البدنيه، لائق، لانه كان في برضو بعض الكلام انت عارف على السوشيال ميديا، فطمنا اكتر بدر على بدر بنون. بيشارك طبعا، مظبوط، بدري بنون بيشارك قدامي في المران وما شاء الله ظاهر بصوره كويسه جدا وبيعلن جاهزيته طبعا لمبارياته المقبله حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. الكل بيشارك في المران، مستر بيتسو موسيماني بدا يشتغل بالشغل التكتيك بقى، التحفيز، يحفظ اللعيبه تطلع امتى وتقف امتى، الجمل التكتيكيه مستر بيتسو موسيماني شغال عليها من اليوم، ممكن بكره نشوف بعض الجمل في مباراه المقاولون العرب علشان خاطر باذن الله تتنفذ يوم 21 باذن الله امام فريق طلائع الجيش. ان شاء الله باذن الله نتمناها. بطوله جديده تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان من داخل النادي الاهلي. دي كانت تفاصيل تمرينه النهارده، والحقيقه يمكن امبارح اكتر من حاجه، اسمحوا لي سريعا جدا عشان وقت حلقتنا، بس لازم اتكلم فيها الحقيقه حاجه.